بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المستوى الثالث، إن شاء الله هنستكمل مع بعض محاضرات مادة Specialized Accounting System. والجزء الأول من المادة اللي كنا بدأناه اللي بنتكلم فيه عن Accounting for Commercial Bank، إن شاء الله موضوعنا الموضوع الخامس في Accounting for Commercial Bank هو Letter of Credit. بداية، What is the Letter of Credit؟ Letter of Credit is a written commitment issued by importer's bank upon the request of importer for the benefit of the exporter. يعني ايه الكلام ده؟ وايه هو اساسا الليتر اوف كريدت؟ الليتر اوف كريدت ظهر اساسا بسبب عمليات التصدير exporting وعمليات الاستيراد اللي هي الimporting. مشكلة الانترناشنال تريد ان لما بيجي واحد او شركة في دولة معينة عايز يعمل امبورت، يستورد بضاعة من دولة تانية، المشكلة انه البضاعة دي هو ما يقدرش يدفع ان ادفانس، لان ممكن البضاعة ما توصلش والفلوس تضيع منه، وفي نفس الوقت مفيش حاجة تضمن حق الاكسبورتر المصدر اللي بره ان لما البضاعة توصل ان فلوسه توصله. فابتدت البنوك الكوميرشال بانك تدخل في الموضوع ده من خلال issuing او اصدار letters of credit. فالليتر اوف كريدت بيظهر ازاي وامتى؟ لما بيجي importer شخص عايز يستورد، فبيتواصل مع الاكسبورتر اللي موجود في الدولة الاجنبية ويتفق معه على كل حاجة، السعر ونوع البضاعة كل حاجة، فيبتدي علشان يطمن الاكسبورتر ان فلوسه هتوصله يتوجه الى بنك موجود عنده في الدولة بتاعته، ده الامبورتر، وريكويست ويطلب من البنك ده تو ايشو، يصدر letter of credit. فهو بيصدر من خلال البنك اللي في دولة الامبورتر، عشان كده بسميه issuing bank بناء على طلب مين؟ The request of the importer. لمصلحة مين؟ For the benefit of the exporter. الطرف التاني اللي هو المصدر، الاكسبورتر اللي موجود في الدولة التانية. طب البنك بتاعنا هيعمل ايه في الليتر اوف كريدت ده؟ Undertakes to pay، هيتعهد ان هو يدفع the amount of the letter of credit اللي هو تمن البضاعة. All accept a draft to be paid later، او هيأجل الدفع بعدين، يعني في جميع الاحوال هو هيدفع، يا هيدفع على طول يا اما هيدفع بعد فترة. امتى؟ when the letter of credit is implemented، لما يتم تنفيذ ال letter of credit. طب وهيتم تنفيذه امتى؟ by receiving the shipping documents or receiving the shipment. يبقى letter of credit تعهد مكتوب written commitment هيصدره مين؟ importer's bank اللي احنا هنسميه issuing bank بناء على طلب importer لصالح exporter، هيبقى صدر البضاعة للimporter. هيتنفذ امتى؟ will be implemented by receiving shipping documents، لما يوصل المستندات الخاصة بالبضاعة، أو receiving the shipments أو الشيبمنتس أو البضاعة نفسها توصل. طب إيه هي بقى parties of the letter of credit؟ letter of credit بيتعامل فيه four parties، أربع أطراف: الimporter اللي هو المشتري buyer، exporter اللي هو seller، issuing bank اللي هو البنك اللي في دولة الimporter importer's bank، وبنك تاني موجود عند الاكسبورتر بنسميه advising bank. ليه؟ هو الimporter هيتعامل مع الاكسبورتر في اتفاق على كل حاجة خاصة بالشيبمنت، يجي وقت ان هو عايز يطمن الاكسبورتر ان هو هياخد فلوسه، يطلب من الامبورتر انه يتوجه لبنك عنده اسمه issuing bank importer's bank to issue letter of credit
for the benefit of the exporter. البنك اللي هو الـ issuing bank هيتواصل مع بنك تاني عند الـ exporter بنسميه advising bank. الادفايسنج بانك ده بقى هو اللي هيطمن الاكسبورتر ان تمام في ليتر اوف كريدت، والبنك اللي عند الامبورتر هيدفع لنا ثمن الشيبمنت سواء على حسب اتفاق بقى. بمجرد ان هو يستلم الشيبنج دوكيومنت او الشيبمنت اتسيلف او افتر ا بيريد اوف تايم او بعد فتره معينه. قبل ما نبدأ ونشوف الأكاونتينج تريتمنت فور ذا ليترز اوف كريدت، خلينا ناخد الأول جزء نظري يعرفنا إيه هي أهم أنواع الليترز اوف كريدت. What is the types of letter of credit؟ الحقيقة إحنا ممكن نقسم الليترز اوف كريدت لأنواع كتير جدا. أهمها أول حاجة irrevocable letters of credit، يعني letters of credit غير قابلة للإلغاء، بالمناسبة letter of credit اللي هو الاعتماد المستندي. irrevocable letters of credit يعني اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء. هو عبارة عن إيه؟ letter of credit that can only be modified or cancelled with the consent or agreement of all parties concerned. يعني لازم كل الأطراف بتاعت الليتر اوف كريدت علشان نعمل له موديفيكيشن او كانسليشن نلغيه او نعدله لازم يتفقوا، يبقى في كونسنت او اجريمنت بتوين اول اوف ذا بارتيز كونسيرن، بنسميه irrevocable letters of credit. النوع الثاني irrevocable يعني غير قابل للإلغاء unconfirmed letter of credit. النوع الثالث، وعشان بس نقدر نفهم الفرق ما بين الثاني والثالث، irrevocable confirmed letter of credit. يعني الفرق ما بينهم في تاني حاجة، الاثنين غير قابلين للإلغاء، يعني عشان يتعدل to be modified or cancelled لازم يبقى فيه agreement between all of parts concerned. الـ irrevocable unconfirmed معناه غير معزز. يعني ايه؟ يعني البنك اللي انهي بنك اللي عند الاكسبورتر اللي هو سميناه advising bank ماله لا يضمن ان هو يدفع لمين؟ للاكسبورتر. يبقى شوف المكتوب ايه under which advising bank اللي هو بنك مين؟ الاكسبورتر does not add any obligation of its own. يعني هو مش مسؤول عن حاجة. لو البنك بتاع الامبورتر ما دفعش، الادفايسنج بانك مش هيدفع حاجة للاكسبورتر من جيبه. فعشان كده بسميه unconfirmed. ده معنى الconfirmation او الconfirmation. اما الirrevocable confirmed letter of credit ده معناه ان هو مضمون من الادفايسنج بانك. شوف بقى الكلام، adds obligation of the second bank او بنفس المعنى under which the beneficiary has protection of two banks. يعني المستفيد اللي هو الاكسبورتر عنده protection من two banks. لو الايشوينج بانك ما دفعش مين هيدفع؟ الادفايسنج بانك. طب الكلام ده احنا هنحفظه؟ لا، الكلام ده احنا هنفهمه علشان لما هيجي لي ان انا كام سي كيو اختار نوع. يعني مثلا اقول لك letter of credit can only be modified with the agreement of all parties، يبقى انا بتكلم عن irrevocable letter of credit. طب لو قلت لك it's a letter of credit مالها؟ has protection of two banks، يبقى irrevocable confirmed. طب لو الادفايسنج بانك does not add any obligation، يبقى irrevocable unconfirmed letter of credit. النوع اللي بعد كده من letters of credit هو عكس النوع ده اللي هو irrevocable.
revocable letter of credit، يعني أقدر ألغيه anytime. It can be revoked anytime prior to payment being effective. يعني بيدي الحق لمين؟ للشخص طبعا اكيد اللي هو عمل issuing للليتر اوف كريدت اللي هو الامبورتر، ان هو في اي وقت يلغي الليتر اوف كريدت. بس خلي بالك النوع ده بالذات من الليترز اوف كريدت ممكن يكون ضار جدا بمين؟ بالاكسبورتر. يعني هو خلاص جهز البضاعه، جهز الشيبمنت، ولسه هيحطها خلاص على وسيله النقل اللي هتنقلها من الدوله الى التانية، سواء كان عن طريق الطيران او عن طريق النقل البحري، يتفاجئ ان الليتر اوف كريدت هاز بين ريفوكت، اتلغى. فعشان كده النوع ده نادر ما بيكون موجود في الواقع العملي، لانه بيقلل قوي من الحمايه بروتكشن اللي متوفره للاكسبورتر. هو اساسا الليتر اوف كريدت موجود علشان يطمن الاكسبورتر، فلو اتحط فيه ريفوكابيليتي امكانيه الالغاء، وكمان بدون ما نرجع لجميع الاطراف زي النوع اللي فات اللي هو الريفوكابل ليتر اوف كريدت، فده هيبقى ايه؟ غالبا غير مقبول من جانب اغلب الاكسبورتر. النوع اللي بعد كده هو ريفولفينج كريدت. ريفولفينج كريدت يعني اعتماد مستندي متجدد. It can be renewed. خلي بالك من الأندرلاين دي، هي اللي هتخليني أعرف لما تيجي الستيتمنت اللي أنا هختار الإجابة الأدق اللي بتعبر عن النوع المظبوط للليتر اوف كريدت، هي دي الكلمة اللي هتوصلني. It can be renewed several times during a specific time period once shipments are made. يعني زي إيه؟ امبورتر راح فتح ليتر اوف كريدت لصالح شخص تاني اكسبورتر والبضاعه جت، فالنوع ده ريفولفينج يمكنه ان هو مش لسه هيروح للبنك يعمل ليتر اوف كريدت جديد عشان يستورد نفس البضاعه من نفس الشخص، لا يقدر يعمل رينيو لنفسه ويبعت نفس الليتر اوف كريدت تاني once shipment are made. ده هيبقى اسمه ريفولفينج كريدت، اعتماد متجدد. النوع الثالث في نفس السلايد دي هو ريت كلوز كريدت، يعني معناه ان في دفعات مقدمه، عشان كده ممكن نسميه اعتماد الدفعات او المدفوعات المقدمه. The beneficiary may draw advances up، يعني ممكن الاكسبورتر ياخد فلوس مقدما. may draw advances up to a stipulated amount، في حدود مبلغ معين، in order to purchase and pay for the merchandise before shipping. يعني هو دلوقتي البضاعة علشان يجهزها محتاج فلوس، فلو فتحنا له letter of credit هندفع له الفلوس لما البضاعة توصل، هو مفيش بضاعة اصلا، ده هو محتاج فلوس عشان يكمل البضاعة، محتاج دفعات مقدمة، محتاج مقدم، محتاج عربون. هيبقى اسمه rate close credit. هنا ساعتها الاكسبورتر او البينيفيشيري may draw advances up to a stipulated amount in order to purchase and pay for the merchandise before shipping، قبل ما يشحنها الى الامبورتر. النوع اللي بعد كده هو transferable letter of credit. transferable يعني قابل للتحويل. هنا البينيفيشري اللي هو الاكسبورتر، ما هو letter of credit issued for the benefit of the exporter. هنا الاكسبورتر كان transfer letter of credit to a third party، يعني بدل ما تبقى الفلوس ليه يحوله لواحد تاني. is one او بنفس المعنى هو one letter of credit which expressly authorized transfers to be made to one or more third parties by the beneficiary. هنا قابل للتحويل، transferable، هعرفه ان هو فعلا بقدر احوله
لشخص تالت او لطرف تالت عن طريق مين اللي هبيستفيد منه اللي هو الاكسبورت. اخر نوع هو الباك تو باك ليتر اوف كريديت which a beneficiary under an original confirmed letter of credit. يبقى لازم يكون confirmed. لو كان letter of credit confirmed ساعتها كان اللي هو الاكسبورتر utilize او may utilize this letter of credit in favor of a supplier. يبقى الاولاني كان transferable لكن التاني ماله هقدر يحوله in favor of a supplier بس لازم يكون ال original letter of credit يكون confirmed letter of credit وطبعا لازم يكون transferable. ندخل بقى يبقى احنا الكلام ده مش هنحفظه احنا هنحاول نفهم الانواع دي لان كل اللي هنطلبه منك انك تقول لي what الستيتمنت دي بتعبر عن what type of letter of credit. ندخل بقى على account treatment of letter of credit. لما اجي اتكلم عن account treatment of letter of credit احنا لسه في نفس المادة specialized accounting system في البارت الاولاني اللي هو accounting in commercial bank. هنركز على accounting treatment inside the bank. فلو احنا بصينا inside the bank ممكن احنا انا قدامي في ال parties of letter of credit نوعين من البنوك issuing bank اللي هو ال importer bank و advising bank ال exporter bank. عشان كده لما اجي اتكلم عن accounting treatment هتكلم عن نوعين من ال letter of credit import letter of credit and export letter of credit. في ال import letter of credit انا بالنسبة لي انا ال issuing bank او انا ال importer bank. What is the accounting treatment in this case? ايه هي الجورنال انتريز that will be recorded in the books of our bank. ده لو كنا الاشوينج او الامبورتر بانك ودي اللي هنبدأها النهاردة وهنبقي جزء صغير منها للايه للمرة اللي جاي. الاكسبورت letter of credit يبقى احنا in this case we are the exporter bank او advising bank. فعايزين نعرف ايه هي الانتريز او what is the accounting treatment in the books of the issuing as the exporter او advising bank. نبدأ على طول كده بسم الله ال import letter of credit. لما نيجي نتكلم عن import letter of credit يبقى احنا now the importer bank او issuing bank. Import letter of credit can be classified according to the time of paying the letter of credit. على حسب توقيت دفع ال letter of credit لمين؟ ال exporter اللي هو ال advising bank. ممكن نقسمها إلى نوعين. النوع الأولاني site letter of credit وده اللي احنا هنبدأه النهاردة ونخلصه. النوع الثاني deferred letter of credit وده هيبقى next lecture مع ال export letter of credit. طب ايه الفرق بينهم؟ site letter of credit معناها site يعني بالاطلاع. We will pay when لما نشوف ايه بقى؟ when receiving the shipping document او receiving the shipment. لو احنا هندفع لما نستلم هيبقى اسمه site letter of credit سواء الاستلام ده انا بتكلم عن الدوكيومنت او بتكلم عن الشيبمنت itself. اما الديفيرد letter of credit ف we will not pay when receiving but after a period of time. كأن السايت letter of credit ده اشبه ما يكون بالكاش بيرشيس لما هبشتري اول ما البضاعة تجيلي هدفع. اما الديفيرد فانا هدفع بعديها بفترة كما لو كان credit or on account purchase كأني بشتري على الحساب on account. طيب نبدأ بقى في موضوعنا
الرئيسي اللي هو the accounting treatment related to site import letter of credit. لو بصينا على site letter of credit هلاقي عندي two types, two main types of site letter of credit. Site letter of credit معناه ايه؟ معناه ان البنك الـ issuing bank will pay when receiving the shipping document. هلاقي عندي نوعين. اول نوع with advance transferring of cash cover. يعني هنعمل تحويل مقدم للايه؟ الكاش كفر ده اللي هو the amount of letter of credit. النوع الثاني without, من غير advance transferring of cash cover, بدون تحويل مقدم لل advance transferring of cash cover. يعني هنا هنحول لما نستلم الايه؟ الدوكيومنت او الايه؟ او الشيبمنت. في جميع النوعين سواء كان with advance transfer of cash cover أو without advance transfer of cash cover أنا هيبقى عندي journal entries related to three stages, ثلاث مراحل. عندي ثلاث مراحل هبدأ أعمل فيها journal entries. عندي مين؟ عندي issuing bank, لأن إحنا دلوقتي بنتكلم عن import letter of credit, عن النوع الأول اللي هو site letter of credit. أول مرحلة هي الـ opening, مرحلة فتح الـ letter of credit. لما هيجي مين؟ الـ importer يطلب مننا to open a letter of credit for the benefit of the exporter. يبقى دي أول stage. تاني مرحلة هي recording cash cover. هبدأ أسجل الـ cash cover. المرحلة الثالثة هي the implementation أو implementing letter of credit, تنفيذ the letter of credit. خلينا نبدأ أول مرحلة opening letter of credit. أول ما هيجي الكاستمر بتاعنا يطلب مننا to open a letter of credit, هنعمل journal entry بنسميه liability journal entry. يعني هنا مفيش حاجة حصلت لسه, كل اللي عمله ان هو طلب. بنحط فيه ايه؟ بنحط فيه تو liabilities, liability في الديبت وliability في الكريدت. بسجل فيه liability او obligation خاص بينا, bank liability on letter of credit هسجله كliability بحطه كريدت, وcustomer liability of on letter of credit في الديبت. يبقى انا هروح اعمل journal entry بعمل بيه ايه؟ record our obligation and the customer obligation. هقول customer liability on letter of credit وحط الاماونت بتاع letter of credit, bank liability on letter of credit. طب لو كان without advance transfer of cash cover the same entry, مفيش حاجة هتتغير, customer liability debit, bank liability credit. دي كده أول ستيج اللي هي الأوبننج, اللي هو ما أجي أقول لك إن our customer فلان requested the bank to open a letter of credit بس, فبقى هو ده الإيه؟ الجورنال إنتري. المرحلة التانية recording cash cover. recording cash cover اللي هو في النوع الأولاني with advance transfer هنحوله لمين؟ in advance لل exporter او للبنك بتاع الاكسبورت. احنا بنتعامل مع بنك بيتعامل مع بنك. اول حاجه في ريكوردنج كاش كفر ان انا هاخد الكاش كفر ده من الكارنت اكاونت بتاع الكاستمر اللي هو الامبورتر. يبقى نمبر ايه في مرحله الكاش كفر؟ تشارجينج ذا كاستمر. طب انا عايز اخد منه فلوس, يبقى هعمل debit to his current account. طب انا with advance transfer of cash cover, يبقى 100% of
letter of credit value او amount، هسحبها كلها من الكرنت اكونت بتاعه احطه فين؟ في الديبت سايد. طب انا هعمل العمليه دي، المفروض البنك ياخد منها كوميشنز، وساعات البنك بيبقى صارف بعض الاكسبنسز، فهعمل ايه؟ هروح قايل current account وانزل تحت في الكريدت احط الكاش كفر 100% كله 100,000، commission revenue ودي غالبا تبقى percentage from the value of letter of credit او ممكن يبقى given number احطه، والاكسبنسز هي كمان هنحطها. هتقولي طب ثواني انا يعني حاطط الاكسبنسز في الكريدت، ايوه ليه؟ لان الانتري اللي انت شايفه قدامك ده في انتري قبل منه يوم ما البنك صرف الاكسبنسز، فرحنا قايلين ايه؟ اكسبنسز ديبت كاش كريدت. النهارده انا بسترد الفلوس اللي انا صرفتها او بحملها على الكاستمر اللي طلب الليتر اوف كريدت، فبروح حاطط الاكسبنسز عشان اعمل لها كلوز احطها فين؟ في الكريدت. يبقى current account debit cash cover commission revenue expense. طيب نرجع تاني. طيب لو كان بنعمل الانتري ده في حالة without advance transfer of cash cover هيبقى same entry، بس هنا الكاش كفر مش هيبقى موجود، مش هيبقى 100%، ممكن يبقى amount او percentage اقل، ممكن مثلا يبقى 40% وممكن يبقى مفيش or zero cash cover depending on customer bank relationship and if there is any credit facility. يعني ايه؟ يعني لو انا الكاستمر ده انا ضامنه 100% مش هاخد منه كاش كفر. ليه؟ ما انت لما هتاخد منه جزء من الكرنت اكاونت بتاعه زي ما عملنا في الانتري اللي احنا لسه شايفينه، انا بنقصت الكرنت اكاونت بتاعه وخدت منه فلوس وجمدتها. طب هنا هحولها، في الحاله دي انا عندي ادفانس ترانسفير اوف كاش كفر، لكن هنا ويزاوت ادفانس ترانسفير انا لسه مش هحول الكاش كفر دلوقتي، مش هدفع الا لما تيجي الايه البضاعة او الدوكيومنت بتاعت البضاعة. معنى ان انا هاخد منه جزء من فلوسه اجمدها يبقى انا كده بضره. فلو كانت الكاستمر ده في جود ريليشن شيب وذ بانك مش هناخد منه كاش كفر، هيبقى زيرو. طب لو كان مش قوي هناخد منه نسبة بس اكيد اقل من 100%، لازم تبقى لزان 100% percent of letter of credit. ساعتها الانتري هيبقى ازاي؟ هيبقى current account برضو in the debit، تحت هيبقى فيه cash cover واستحالة يكون 100%، هيبقى اقل commission revenue و expenses. طب لو مفيش cash cover ولو كان فيه strong relationship ساعتها هنلغي من الانتري ال cash cover وهيبقى فوق بيدوبك بكام؟ ب3000. طبعا كل ده هيبقى باين في الكيس او التمرين اللي احنا بنحله. يبقى اللي فرق ما بين التو كيسز ايه؟ هنا انا اخدت الكاش كفر بالكامل من الكرنت اكاونت، هنا يا اما هاخد نسبه هنقول لك عليها او هيبقى ما فيش خالص، هيبقى زيرو، ساعتها يبقى كرنت اكاونت 3000 كوميشن ريفينيو 2000 اكسبنسز 1000، يا دوبك باخد منه الكوميشن بتاع البنك والاكسبنسز اللي اتصرف. كده دي اول انتري في تاني ستيج اللي هي مرحلة الكاش كفر. تاني مرحلة، طب انا خلاص انا هنا بقى ايه شغال في اللي هي تو ذا ليفت، انا عندي ويز ايه ادفانس ترانسفير اوف كاش كفر، عايز احول بقى الفلوس دي لمين؟ للراجل اللي بره اللي هو الاكسبورتر. عملية تصدير او عملية استيراد هل هيتعاملوا بالجنيه؟ غالبا لا. في نفس الوقت احنا كبنك شغال في مصر لازم الجورنال انتريز والريكوردينج ان اكاونتينج بوكس يكون
بالعملة المحلية بالجنيه، عشان انا هطلع فاينانشال ستيتمنت بالجنيه المصري لان انا بطلع فاينانشال ستيتمنت جوه مصر. فلازم اعمل ايه على فكرة بالمناسبة، يعني ليتر اوف كريديت اللي احنا عملنا له ريكوردنج هنا في الكاستمر لايبيليتي والبنك لايبيليتي دي، ده قيمته بالجنيه، هو اساسا بتبقى قيمته بالدولار او بالعمله الاجنبيه، وانا بعمل له حاجه اسمها ترانزليشن، بس احنا للتبسيط هندي لك القيمه بالجنيه جاهزه، لكن هو في الواقع العملي بيكون بعمله اجنبيه. مجرد ما هيطلب مني ان انا تو اوبن ليتر اوف كريدت، انا بروح عامل ترانزليشن، احول المبلغ اللي هو طلبه بالاكستشينج ريت بسعر الصرف الى العمله المحليه عشان اقدر اسجله عندي في الايه، في البوكس بتاعت البنك. ما اقدرش اعمل شويه ترانزاكشنز بالجنيه وشويه بالدولار وشويه باليورو، كده مش هيبقى شغل مظبوط. طيب فهبدا اعمل ايه؟ تو بيرشيز فورين كرنسي، هنشتري العمله الاجنبيه علشان احولها لمين؟ للطرف اللي بره، للاكسبورت. احنا هنتعامل على افتراض ان احنا مصدرنا الوحيد للفورين كرنسي هو مين؟ السنترال بانك، هو البنك المركزي. The bank should purchase foreign currency from the central bank to pay for the correspondent. من دلوقتي البنك الخاص بالاكسبورتر بالنسبة لي هسميه correspondent or foreign correspondent. هنسميه ايه؟ correspondent او foreign correspondent. فلازم ابدأ اشتري foreign currency تساوي 100,000 مصري علشان احولهم لمين؟ للفورين correspondent. When this happens or when receiving a credit slip from the central bank، البنك central bank هو اللي هيحول مين؟ الفلوس للcorrespondent. هروح قايل ايه؟ correspondent bank Central Bank، البنك Central Bank هيخصم من فلوسي عنده، هيحطيني كريدت وهحط الكورسبوندنت ديبت. هبدأ بعد كده أحول بقى الكاش كفر إلى عملة أجنبية. طب هنا بقى الناحية التانية، خلينا الأول نكمل دي، هنعمل Transfer to Cash Cover into Foreign Currency Customer Account. هلغي الكاش كفر اللي كان فوق ده ان كريدت، وقصاده هعمل اكونت اسمه فورين كرنسي كاستمر اكونت. يبقى كاش كفر فورين كرنسي كاستمر اكونت. يبقى انا في مرحله الايه، الكاش كفر هعمل كام انتري لغايه دلوقتي؟ 3 انتري. انتري نمبر 1 ان انا هعمل تشارجنج للكرنت اكونت اوف ذا كاستمر بالكاش كفر والكوميشن والاكسبنس. هروح اعمل purchase to the foreign currency من السنترال بانك او الكورسبوندنت سنترال بانك، وهحول الكاش كفر into foreign currency customer account، هقول كاش كفر foreign currency customer account. طب الناحية التانية بقى اللي هو withdraw advance transfer of cash cover، انا هنا لسه مش هدفع دلوقتي، انا مستني لما يجي الايه، الشيبنج دوكيمنت او الشيبمنت نفسها. فبعمل deferred contract with the central bank to reserve، هنعمل اتفاق او عقد مؤجل مع البنك المركزي to reserve عشان نحجز foreign currency للدفع in the future. فاروح عامل liability journal entry، اقول فيه ايه؟ هقول central bank liability on foreign currency، bank liability on foreign currency، بسجل liability عليا وliability على central bank، شبه اول entry خالص بتاع opening the letter of credit اللي هو customer liability on letter of credit، bank liability on letter of credit. هنبدأ بعد كده نروح عاملين ايه بقى؟ في المرحلة بتاعة ترانسفير كاش كفر، أنا مش هحول الكاش كفر دلوقتي، ليه؟ لأن هو تحويل الكاش كفر مش in advance، فهيبقى no entry.
مش هيبقى عندي انتري قصاد الترانسفير اوف كاش كفر. يبقى هنا هيبقى عندي only two entries. هعمل charging للكاستمر بالكاش كفر ان اذا اف اني لو موجود اصلا بالكوميشن وبالاكسبنسز، وبسجل الديفيرد كونتراكت ويز سنترال بانك تو ريزيرف فورين كرنسي، سنترال بانك لايبيليتي اون فورين كرنسي، بانك لايبيليتي اون فورين كرنسي. طيب تعالى بقى افترض كده لو البنك عندنا، البنك بتاعنا عنده فورين كرنسي اصلا، يعني انا مش محتاج اروح للسنترال بانك واقول له ايه انا عايز فورين كرنسي، يبقى البيرشيز اوف فورين كرنسي ده ماله؟ ما كانش هيبقى موجود. ده امتى؟ لو الاور بانك has foreign currency وهيدفع منها، الانتري بتاع purchase foreign currency مش هيبقى موجود. في نفس الوقت برضو الناحية التانية مش هحتاج اعمل deferred contract to reserve foreign currency، فالانتري ده كمان مش هيبقى موجود. ده لو ايه؟ لو انا هتعامل من ال foreign currency اللي عندي. تمام كده؟ كلام جميل زي الفل. تعالى بقى to the third stage، وهي دي الفاينل ستيج على فكره، هي الامبلمنتنج، امبلمنتنج ليتر اوف كريدنج اللي هو بيبقى when we receive the shipping documents or the shipment itself. هنعمل ايه؟ اول ما هتوصل الشيبمنت هنلغي الجورنال انتري الاولاني خالص. يبقى اول خطوه وي ماست كانسل ذا لايبيليتي جورنال انتري، فهعمل له ريفيرس جورنال انتري. انا كنت قايل كاستمر لايبيليتي اون ليتر اوف كريدت، بانك لايبيليتي اوف ليتر اوف كريدت، شيبنج دوكيمنت وصل خلاص. يبقى احنا دلوقتي هنلغي الانتري، هنقول بانك لايبيليتي كاستمر لايبيليتي باي ذا اماونت اوف ذا ليتر اوف كريدت، او وخلي بالك او لو اللي وصل هي الدوكيمنت لجزء بارت اوف ذا شيبمنت كلها. يعني انا وصلني مثلا، احنا كنا عاملين ليتر اوف كريدت ب 100,000، وصل الدوكيمنت او شيبمنت ب 20، يبقى انا هلغي او هعمل كانسل ريفيرسنج انتري لل 20 بس، للجزء اللي وصل. يبقى this entry is made by the amount of shipping document which may be less than or equal to the letter of credit value. ما انا ممكن اكون عامل عقد مثلا هو هيستورد 100 عربيه وصل 50، يبقى هعمل reverse journal entry ب 50 اللي هو النص. وصل كمان 20، يبقى هروح عامل تاني لل 20. كل ما يبقى فيه receiving يبقى انا بعمل implementing لجزء من ال letter of credit or all of the letter of credit. يبقى هعمل الكانسلنج جورنال انتري ده على قد الجزء اللي وصل بس. طيب الناحيه الثانيه the same entry، نفس الانتري بالظبط، مفيش حاجه هتتغير فيه. تعالى بقى اشوف الايه الناحيه الثانيه. هبدا to credit or add the amount to the correspondent. خلاص بقى انا ايه هحول بقى الايه الفلوس دي فعلا لحساب الكورسبوندنت عندي، فاروح قايل هقفل ما عنده فورين كرنسي كرنت اكاونت اللي انا كنت او كاستمر اكاونت اللي انا عملته المره اللي فاتت قفلت فيه كاش كفر وكورسبوندنت، ودي برضو هتتعمل بالجزء اللي وصل زي اللي فوق بالظبط. يعني لو هنا 100 يبقى هنا 100، لو هنا 50 يبقى هنا 50. الناحية التانية بقى أنا ما كانش عندي إيه؟ يا إما عندي كاش كفر يا إما ما عنديش. فأول ما هتوصل الأماونت أوف ذا شيبنج دوكيمنت هعمل إيه؟ هحط الكورسبوندنت بالجزء كله. لو عندي كاش كفر هقفله لأن أنا ما حولتوش، فهحول كاش كفر. والباقي هيبقى كارنت أكاونت.
يبقى هسحب منه بقيه الفلوس اللي انا كنت قايل انا سايب له الفلوس دي مش هجمدها في الكرنت اكونت بتاعه دلوقتي، فهقول كاش كفر كرنت اكونت كورسبوندنت. طب لو ما كانش فيه كاش كفر يبقى ده مش موجود، يبقى كلها كانت هتبقى كرنت اكونت كورسبوندنت. طيب في حته هنا الفورين كرنسي، الفورين كرنسي جت، فهنا يتم تحويلها الى الكورسبوندنت، يبقى هقول كورسبوندنت بنك سنترال بنك اللي هو الانتري اللي كان موجود هنا في ستيج 2 اللي هو ده. هنا جه في عند الامبلمنتنج لان مفيش ادفانس ترانسفير اوف كاش كفر، وبعديها هلغي الايه الانتري بتاع الاتفاق اللي هو الديفيرد كونتراكت ويز ذا سنترال بانك. هقول بانك لايبيليتي اون فورين كرنسي، سنترال بانك لايبيليتي اون فورين كرنسي. طبعا لو كنت بدفع من الفورين كرنسي بتاعتنا هروح اعمل ايه؟ هروح ما كانش ده هيبقى موجود ولا التاني هيبقى موجود، امال كان هيبقى فيه هنا ايه؟ كورسبوندنت فورين كرنسي، هدفع من الفورين كرنسي بتاعتنا. تعالى بقى نشوف الكلام ده بالارقام. Problems on site letter of credit. عشان نحل بقى نشوف الكلام وصل ولا لا. The following were some transactions occurred in the letter of credit department of Alex Bank, Alex Branch on 20/5/2020. زي ما اتفقنا من اول ما بدأنا المادة خالص لازم اشوف انا شغال في انهي بنك عشان هيفرق معايا. Alex Bank, Alex Branch. Number one. Rehabco Company requested the bank. طلب من البنك، يبقى أنا هنا بتكلم عن مرحلة الأوبننج من غير ما أفكر. To open an irrevocable letter of credit. يعني لازم علشان to be revoked or modified يبقى في agreement between all of the parties. For an English exporter by the amount of 400,000. آدي الأماونت بتاع letter of credit. The cash cover was completely charged to the customer. يبقى هنا في cash cover بالكامل. كل الكلام بتاع الانترست كله ابتدى يظهر قدامي اهو. And transfer to the Bank of England at the same day. يبقى كمان في advance transfer of the cash cover. كله تحول through Central Bank. The bank commission was 2%. Expenses were 1,000. هعمل ايه؟ يبقى انا هنا عرفت الستيج بتاعتي، انا في ستيج الاوبننج، عندي كاش كفر بالكامل وتحول ان ادفانس، يبقى اول جورنال انتري عشان ابدا ايه اكسب درجات الايه السؤال. هسجل لايبيليتي جورنال انتري بالقيمه بالاماونت بتاع الليتر اوف كريديت بالكامل. هقول Customer liability of letter on letter of credit, bank liability on letter of credit ب 400,000 كلها. الجورنال انتري اللي بعده هبدا احمل charging the current account of the customer ب الكاش كفر بالكوميشن والاكسبنسز. الكاش كفر بالكامل يبقى 400، الكوميشن 2%، الاكسبنسز 1000. يبقى انا هحمله بكام؟ current account وانزل تحت اجمعه، cash cover 400,000، commission revenue 8,000 اللي هي 400 في 2%، expenses ب 1000، يبقى هيتحمل ب 409. الانتري اللي بعد كده قال لي ان الفورين كرنسي اتحولت على الكاش كفر، اتحول عن طريق السنترال بانك، يبقى هقول كورسبوندنس فورين كورسبوندنس سنترال بانك، وهلغي الكاش كفر واحوله لفورين كرنسي كاستمر اكونت. يبقى هقول كاش كفر اللي احنا عملناه هنا ده هعمل له ريفيرس، هحطه في الديبت واحط قصاده فورين كرنسي كاستمر اكونت. ده بالنسبه للبروبلم نمبر 1.
Problem number two. The bank received 500,000 shipping document. طالما الشيبينج دوكيومنت يبقى انا بتكلم عن الستيج رقم كام؟ رقم 3 اللي هي الامبلمنتنج. شيبينج دون ب 500,000 from Bank of America with a debit slip by the amount. This amount was related to 1 million letter of credit. يعني اللي وصل 500 والليتر اوف كريديت اصلا بمليون. That was previously opened by Nasr Company. Where the cash cover was previously discounted from the customer's account. الكاش كفر اتخصم خلاص من ال current account بتاع الكاستمر. And transferred to the correspondents in advance. ويتحول خلاص. مش لسه هيتحول. ده احنا حولناه. يبقى هنا طالما تم التنفيذ implementing. حلغي انهي جورنال انتري؟ الليابيليتي جورنال انتري الاولاني اللي هو القيد النظامي اللي في الاول خالص اللي انا قلت فيه كاستمر ليابيليتي بانك ليابيليتي. هعكسه هيبقى بانك ليابيليتي كاستمر ليابيليتي اون ليتر اوف كريدت بالجزء اللي وصل بس ب 500,000 مش بمليون. عشان خلي بالك هتلاقي في التشويزز المليون اوعى تختارها. وبعدين الحاجة وصلت فالمفروض هنعمل ايه؟ هنحول له الفلوس اللي وصلت يبقى foreign currency customer account foreign correspondent بال 500,000 فقط. شوف كده number 3. السعد company requested the bank to open 300,000 site letter of credit. طبعا احنا خلاص بقينا عارفين يعني ايه سايت. يعني هندفع وين لما ايه ريسيف بمجرد الاستلام سواء الدوكيومنت او الشيبمنت. لكن الثانيه كان اسمها ديفيرد وقلنا دي المره الجايه هدفع بعديها افتر بيريد. وزود ادفانس ترانسفير اوف ذا كاش كفر. يعني هنا الكاش كفر مش هيتحول ان ادفانس. The bank charges the customer current account by commission and expenses 3,500 respectively. يعني الكوميشن هي التلاتة والخمسمية دي الاكسبنسز. In addition the bank signed a deferred foreign currency contract with the central bank to reserve foreign currency. ما كانش عندنا foreign currency فعملنا ايه؟ deferred contract with the central bank to reserve foreign currency. يعني لما نيجي ندفع بعد كده تبقى في foreign currency موجودة عند البنك. يبقى انا هنا بتكلم عن مرحلة الاوبننج والكاش كفر. اول ما اقول لك requested the bank to open على طول customer liability bank liability on letter of credit بقيمة letter of credit كله. The bank charged the customer current account. مفيش هنا بايه؟ حملناه بالاكسبنسز والكوميشن بس. يبقى اروح قايل current account debit commission revenue 3,000 expenses 500. البنك signed deferred foreign currency contract. يبقى هعمل الانتري اللي هو بتاع liability on foreign currency central bank liability on foreign currency bank liability on foreign currency. موضوع بسيط جدا جدا جدا. تعال شوف الكيس او البروبلم نمبر 4. The bank signed a deferred contract with the central bank to reserve foreign currency for paying a deferred letter of credit ب 800,000. البنك عمل deferred contract مع central bank ده on entry. Central bank liability on foreign currency bank liability on foreign currency. Number 5. The bank received shipping documents and a debit slip from a Spanish bank indicating the payment of 700,000 to a Spanish exporter. 700,000. The above amount represents merchandise imported from Spain by a HABCO company, whereas the letter of credit terms implies not to charge
the customer by cash cover، مش مفيش cash cover هيتاخد من ال current account بتاع ال customer. When he opened the letter of credit, therefore the bank charged the company by the amount and the central bank transferred the foreign currency previously reserved. هنا أنا في مرحلة التنفيذ وما كناش واخدين منه cash cover. أمشي واحدة واحدة. Received shipping document يعني حصل implementing، يبقى هلغي ال liability journal entry، the first journal entry. هروح قايل إيه؟ bank liability، customer liability، on letter of credit. عشان ألغيه بالجزء اللي واصل اللي هو بكام؟ 700. ارجع تاني بيقول لي ان احنا ما كناش، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحول الفلوس الى الكورسبوندنت وما كناش واخدين منه كاش كفر، فهروح قايل كارنت اكاونت كورسبوندنت فورين كورسبوندنت. كان في كمان the bank اتبلغ انه الفورين كورسبوندنت اتحولت له الفلوس من السنترال بانك، therefore the bank charged the company with amount the central bank transferred the foreign currency previously reserved. يبقى السنترال بانك هيبعت لي debit slip يقول لي خلي بالك احنا هنشيل من عندك الفلوس دي اللي احنا نبعتها للفورين كورسبوندنت من السنترال بانك اكاونت بتاعك، فلوسك اللي في السنترال بانك، يبقى اروح قايل فورين كورسبوندنت سنترال بانك، ويبقى معنى كده ان احنا كنا عاملين معاه ديل او ديفرد كونتراكت تو ريزيرف ذا فورين كرنسي، لازم الغي الايه liability journal entry بتاعه، يبقى bank liability on foreign currency central bank liability on foreign currency دي on foreign currency. number 6 the bank received 320,000 debit slip from the central bank indicating the transfer of foreign currency to Bank of England regarding letter of credit previously opened without transferring the cash cover in advance. البنك استلم debit slip منين؟ received 320,000 from the central bank. بيقول له ان احنا حولنا central bank the foreign currency to Bank of England. يبقى هروح قايل foreign correspondent central bank ب 320 عشان كان في اتفاق سابق مع البنك regarding ان هو ايه to reserve the foreign currency، يبقى لازم الغي كمان البنك liability on foreign currency و central bank liability on foreign currency. آخر حاجة number 7 the bank signed a deferred contract with the central bank to purchase dollars in order to pay 250,000 letter of credit in the future. يبقى هنقول central bank on letter of credit on foreign currency bank liability on foreign currency. بكده إن شاء الله تكون الليكتشر بتاعتنا خلصت. إن شاء الله في الليكتشر الجاية هنكمل الـ import letter of credit، هناخد الـ deferred letter of credit، وهناخد كمان the export letter of credit اللي هي هنبقى احنا بالنسبة للـ transaction بتاعت الـ letter of credit احنا الـ advising bank او الـ exporter bank. اشوفكم على خير ان شاء الله، بالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.